اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده وبنت الاصول. عشان اذكر المشاهدين تاني ببرنامج وفكره بنت الاصول. البرنامج بيتكلم عن المراه. احنا في البرنامج دوت مش هنتكلم بشكل عادي عن المراه، احنا عايزين نلم كل الجوانب اللي بتخص المراه، الجانب الروحي، الاجتماعي، النفسي، كل ده هنتكلم فيه في كل موضوع، وفي الاخر كده هيبقى في تعليق لي. ايه الهدف من البرنامج؟ الهدف من البرنامج ان احنا نغير من نفسنا على قد ما نقدر. مش معنى كده ان احنا وحشين، لا، احنا نغير نفسنا عشان نقدر نواجه العالم، نواجه الصعوبات اللي بنشوفها في حياتنا، نحاول نقلل المشاكل اللي بتواجهنا، ودي نقطة في منتهى الأهمية، وده الهدف المرجو من البرنامج. البرنامج مش بس هيبقى فيه الفقرات دي، بإذن ربنا في الفترة اللي جاية بقى هيتم إضافة فقرات تانية ليه. البرنامج كمان يعني مبني كل حلقة ورا التانية، فأتمنى جدا متابعتكم ودايما تكونوا موجودين معنا. النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن عنوان هو ليه معاني كتير قوي أو تعريفات كتير قوي، بس أنا حابة أخد العنوان بتاعه أو أبتدي بأنا مين. أنا مين تعريفات كتير قوي. أنا مين كبنت ربنا؟ أنا مين؟ أنا مين في عين ربنا؟ ده الجانب الروحي. أنا مين حياتي الاجتماعية؟ أنا بنت مين؟ أنا أخت مين؟ أنا ولادي مين؟ متجوزة مين؟ دي الحياة الاجتماعية. كمان آخر حاجة، الحاجة النفسية. أنا مين نفسيا؟ أنا عبارة عن حاجات كده كتير قوي نفسية، يعني ممكن تكون عقد نفسية، ممكن تكون صفات كويسة جدا، ممكن صفات سيئة جدا. أنا حاجات كتيرة، تركيبة نفسية كده متنوعة فيها حاجات كتيرة قوي. مهم جدا برضو الحاجات التلاتة دول، لما بنعرفهم كويس قوي بنعرف نفسنا اكتر، وده اللي احنا عايزينه. عمرك ما هتعرفي، عمر يعني المشاكل اللي بنشوفها في حياتنا او اي حاجة بنشوفها في حياتنا ما هي الا ترجمة لتعريفنا لنفسنا. كتير قوي من الامور بنشوفها بشخصيتنا احنا، فانت لو شخصيتك انت معرفاها صح او انت عارفه نفسك صح، هتعرفي تقيمي الامور بشكل صح. دي نقطه مهمه. احنا هنبتدي حلقتنا، وفي الاخر يعني هنعمل كده ايه، نقول الخلاصه. هنطلع معاكم فاصل ونرجع تاني، ابقوا معنا. ورجعنا لكم مشاهدينا، وهنبتدي حلقتنا بالجانب الروحي. كتير قوي بنبقى مشوشين مش عارفين، او كتير بنكبر وبنبقى مش عارفين احنا مين. ودي اعتبرها يعني من اخطر الامور اللي ممكن نعيشها في حياتنا كسيدات او كبنات، لان دي بتعرضنا لمشاكل كبيرة جدا. انت كامرأة او كسيدة ليكي قيمة كبيرة جدا في عين ربنا، انت مميزة جدا في عين ربنا. عايزين نبقى ناس كده بتفلتر الكلام. احنا مش بنقول ان انا قيمتي في عين ربنا او ان انا احس بقيمتي في عين ربنا ده معناه ان انا اتغر، لا خالص. قيمتي في عين ربنا ده معناه ان انا اعرف انا مين عشان اعرف اتعامل مع العالم، ودي نقطة مهمة جدا. هيكون معانا دلوقتي نيافة الحبرة الجليل الانبا مكاريوس الاسقف العام بالمنيا، وهيبقى معانا مداخلة مهمة جدا منه عن الجانب الروحي. خليكم معانا. اهلا بيك يا سيدنا، معانا منورنا دايما على شاشة لوجوس، وبشكل خاص النهاردة معانا في برنامج بنت الاصول. اهلا بيك يا سيدنا. اهلا بيكم.
اهلا بيك يا سيدنا. سيدنا في برنامجنا بنتكلم عن المراه، وبنتكلم عن ازاي نقدر نبتدي نغير من نفسنا، وازاي نقدر نبقى افضل، وازاي نبقى فعلا بنات ربنا. بس في البدايه محتاجه اسال نيافتك، يعني رؤيه نيافتك الشخصيه عن المراه المسيحيه قديما وحديثا، يعني هل شايف في تغيير للمراه القبطيه؟ هو طبعا احد اسباب انشاء مدارس الاحد من 100 سنه تقريبا كان انشغال المرأة عن دورها في البيت كإشبينة للأطفال، تسلمهم الإيمان وتربيهم في مخافة ربنا وتعدهم للاستشهاد. فاضطرت الكنيسة أنها تعمل مدارس الأحد علشان يبقى خادم وخادمة مدارس الأحد بيمثلوا البيت التقليدي لدى الطفل في الكنيسة. لكن الحقيقة رجعت المرأة في السنوات الأخيرة أو الفترة الأخيرة رجعت تمارس الدور ده بشكل أفضل من الفترات اللي فاتت، فبتقوم بدور كويس، بتخدم في الكنيسة، بتدرس في المعاهد اللاهوتية، بتدرس كتاب مقدس، بتعلم في الكنيسة في مجالات معينة. طبعا ما فيش شك ان في طفره الفتره دي فيما يتعلق بدور المراه داخل الكنيسه او داخل البيت القبطي نفسه. زمان كان وضع المراه بيتارجح ما بين انها شيء يمتلك الرجل الى انها تؤله. يعني عندنا في مصر كان في كليوباترا المؤلهه، كليوباترا فيا المؤلهه، فكان الوضع بيتأرجح ما بين الاثنين دول. المسيحية بدءا من السيد المسيح مرورا بالآباء الرسل وبعدين تاريخ الكنيسة ادت المرأة وضعها وحطتها في مكانها اللائق بيها، لا تؤله ولا تمتلك، وبقى في مساواة بين الرجل والمرأة في المسيح، لكن في خضوع المرأة للرجل يقابله حب الرجل وبذل نفسه من أجلها كما أحب المسيح الكنيسة. بل إن الكنيسة حطت الرجل والمرأة في الزواج على مستوى بشكل ما على مستوى الكنيسة والمسيح، وقال كده القديس بولس الرسول كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم ذاته فداء عنها. تمام. سيدنا المرأة علشان يبقى ليها دور سواء كأم أو خادمة لازم تكون هي قوية جدا أو عارفة نفسها قوي علشان تقدر تعمل ده كما يليق، يعني كبنت لربنا. نيافتك شايف إزاي المرأة تبص لنفسها، يعني لما أنا أجي أقول أنا مين، أنا أنت إيه عند ربنا، أنا إزاي ربنا شايفني أنا كبنت ليه، يعني ايه رؤيته ليا، عشان ده اكيد هيفرق معايا انا في حياتي. يعني انا لما اعرف انا انت ايه سواء في الكنيسه او في عين ربنا، ده اكيد هيختلف معايا في حاجات كتير قوي قوي، وفي شخصيتي وفي قوتي. مظبوط. طبعا اول حاجه عايز اقولها لحضرتك وللساده المشاهدين ان اعظم بشري في التاريخ البشري واحده ست، امراه، السيده العذراء. اكيد. يعني أعظم من في البشر كلهم وتتفوق على البشر وتتفوق على السمائيين هي الست العذراء، ودي واحدة ست، ومنها جاء المخلص، ومولودا من امرأة. يعني ليه قال مولودا من امرأة؟ طبعا علشان بدون زرع بشر، لكن كرمت المرأة وهي ليست شريكة في الخلاص، ولكن منها جاء المخلص. الحاجة الثانية إن المرأة أخذت من الرجل، لكن بعد كده كل الرجال يأتون من المرأة، ويكفي المرأة أنها امرأة. يعني أنا مش عايز الست تبحث عما هو أقل من كده، أما يكفيها أنها امرأة، أما يكفيها أننا الرجال بسببها ان احنا نيجي منها. دي اول نقطه.
تاني نقطة أن سيدنا المسيح أكرم المرأة جدا، قال لهم لا تزعجون المرأة، ودافع أنه أمسكت في ذات الفعل، ودافع المرأة المنحنية، وقرب إليه مرسى ومريم ومريم المجدلية، وأعطى وسام، أعظم وسام أعطاه للمرأة الكنعانية وهي حتى ليست يهودية. عظيم إيمانك، أو لم أجد في إسرائيل إيمانا بهذا المقدار. أول كارزة كانت واحدة ست سامرية، وأول من شاهد القيامة كانت واحدة ست دي مريم المجدلية، وأول سيدة أعمال كانت ليديا. وبدأت المرأة تخدم مع الآباء الرسل من البداية، ويذكر القديس بولس الرسول عدد كبير من السيدات احتضنوا الكنيسة في البداية، وخدم القديس بولس وآخرين من الرسل من خلال بعض النساء، ويذكرهم بكل شكر، ويقول ان بريسكيلا وأكيلا وضعا عنقيهما من أجلي، يعني كانوا مستعدين يضحوا من أجلي. ويذكر تريفوسا وتريفينا وسنتيخ وأفودية ومريم وعدد كبير جدا. ده في أيام الآباء الرسل. ولكن بعض النساء يمتعضن من القديس بولس الرسول، بعض النساء مش كلهم، انه يعني تحامل عليها فيما يتعلق بالتعليم في الكنيسة وتغطية الرأس. القديس بولس الرسول شاف ان بعض النساء العاملات او الخادمات في المعابد الوثنية ليهم وضع لا يتفق مع الكنيسة المسيحية ورأي الكتاب والآباء في المرأة ووضعها، وخاف القديس بولس الرسول خاف أن ده ينتقل إلى الكنيسة. ورغم أنه قال أفضل تسأل زوجها لو احتاجت حاجة وما ترفعش صوتها في الكنيسة وتغطي رأسها، قال ليس الرجل من دون المرأة والمرأة من دون الرجل، وقال ليس المرأة سلطان على جسدها بل الرجل ليس الرجل سلطان على جسده بل المرأة، وساوى بين الاثنين، وقال في المسيح يسوع ليس رجل وامرأة. أما من جهة تغطية الرأس فده موضوع رمزي، يعني الرجل رأس المرأة فبتغطي رأسها في وجوده باعتبره أنه هو الرأس، فالرأس الثانية بتختفي أو تتضع قدامه. طيب الأب الكاهن نفسه لو تاخدوا بالكم بيغطي راسه وهو واقف يصلي قدام ربنا، ليه؟ رغم انه راجل، لأنه بيمثل الكنيسة كلها كعروس للمسيح، فالكنيسة كعروس المسيح بتلغي راسها قدام المسيح الرأس. ومع ذلك المرأة بتعمل في مجالات أشطر من الراجل، في بعض خدمات هي تبدع فيها أكثر من الرجل. هي دي مهمة جدا يا سيدنا، كمان نقطة ان المرأة يعني عايزين نوصلها لها، انت اشطر، انت عندك قيمة، انت لان مش نوصل لها غرور، لا في فرق كبير قوي، بس لان مهمة قوي ان احنا نبقى عارفين قيمتنا وعارفين قوتنا وعارفين خطة ربنا لكل واحدة فينا ايه. دي مهمة قوي. عارف حضرتك الفرق بين الرجل والمرأة ليس فرقا طبقيا إنما فرقا وظيفيا، يعني فرق مش طبقي. الرجل لا يتفوق على المرأة إنما فرق وظيفي، وكل واحد بيقوم بدور. الرجل بيتعلم من المرأة اللطف والنظام والعالم الداخلي، الترتيب ونظامه والمشاعر والأحاسيس، والست تعلم من الرجل الاهتمام بالقضايا الكبيرة والخروج من الذات والأنا. الاثنين يحتاجوا لبعض جدا ويكملوا بعض جدا. أنا هسأل سؤال، تصوري إن العالم كله ستات، طيب تصوري العالم كله رجالة، طب تصوري الرجالة بقوا ستات والستات بقوا رجالة، كل ده مرفوض. إنما إيه الطبيعي ده ربنا حطه في رجل وامرأة؟ وربنا لما وقف آدم ومرر قدامه الوحوش والطيور والحيوانات وقال له اديها أسماء، فمر قدامه أزواج،
كان أزواج أزواج أزواج. لما آدم خلص بص لنفسه لقى وحده، فصار بعد ربنا، فربنا قال ليس حسنا أن يكون آدم وحده، نخلق له معينا نظيره. ونظيره يعني إيه؟ زيه زيه. لا جابها من متساوي معه، تفوق عليه ولا جابها من عند أقدامه لكي يتفوق عليها، معين نظيره تساعده مساوية ليه. في خدمات الست أشطر فيها، وإحنا عندنا كده في مصر وعندنا كده برضو. زي إيه سيدنا؟ يعني خدمة الأرامل الست أشطر، خدمة الفتيات الست أشطر، خدمة المرضى الشابات الست أشطر، المرضى الست أشطر، الحالات الخاصة الست أشطر، خدمة بعض خدمات الجوستية في الكنيسة تقول بيها الست كويس قوي. المقبلات على الزواج كمان يا سيدنا، يعني اللي هي في خدمة لإخوة الرب متخصصة للبنات، اللي يعني تجهيز البنات، ده برضو أكيد الستات هي ليها دور كبير فيها. هي أشطر فيها. يعني في عندنا خدمات يعني سيدنا أنبس رابيون وضعفي وأباء آخرين، في خدمات أفضل لينا نكلف بيها خادمة، خصوصا ما تكون ناضجة وإنسان روحية ومتوازنة. ما سيدنا أنا بقى بتكلم على التوازن ده بقى، يعني فكرة، يعني أنا عايزة أوصل لنقطة مهمة قوي قوي، إن إحنا أوقات كتير قوي المشاكل اللي بتعرض ليها البنات إن هي هو كلنا محتاجين الآخر، بس محتاجين الآخر بشكل اللي إحنا نفقد نفسنا إحنا، أو إن إحنا نبقى حاسين إن إحنا قليلين، أو إحنا ملناش قيمة غير في الآخر. هي دي الكارثة اللي إحنا اللي البنات بتعيشها أو السيدات بتعيشها. لكن أنا لما أنا عايزة نقطة مهمة قوي، فكرة إن أنا قيمتي في ربنا، إن أنا بنت ربنا، وإن أنا جوهرة، وإن هو تنزل من السماء عشاني أنا، دي في حد ذاتي لو دخلت جوه كل بنت يا سيدنا وكل ست، يعني من واحنا صغارين حتى واحنا دلوقتي، لو احنا قعدنا طول الوقت نفكر نفسنا طول الوقت ان احنا مميزين جدا عند ربنا، فدوت اكيد هيقلل كتير قوي قوي من المشاكل اللي للاسف كتير بتحصل في الفتره اللي فاتت. طبعا الست ليها قيمه كبيره جدا، بس انا عايز اقول لحضرتك ان الكلام الكتير مقصود طبعا تعليقا على توجيه حضرتك حالا دلوقتي، لا بكلم بشكل عام. الكلام الكتير عن ان المراه ليها كرامه كبيره وانها مش قليله وانها متميزه وان ربنا، يعني اخشى ان ده يديها شعور بان احنا ايه بنحاول نشجعها، والواقع مش كده. عارف حضرتك في مقوله بتقول ان شده الاشفاق تساوي القسوه، يعني لو اشفقت على حد بزياده كاني بقسو عليه لانه موضع الشفقة ولانه غلبان. لا هي مش غلبان، مش غلبان. أيوة. بالمعنى الحصر يعني، صح، يعني هي مش مهضو مش مكسوره الجناح، ومش اقل من الراجل، ومش رقم اثنين. زمان طبعا في العصور اللي فاتت يعني قبل المسيحيه بالذات كان فعلا بينظر اليها باعتبارها حاجه من ضمن ممتلكات الرجل، ما تدخلش في العد، ويعني شوية تفاصيل عشان الوقت مش هيكفي، لكن عايز أقول يكفيها أنها امرأة. أنا رأيي الشخصي يكفيها أنها امرأة، يكفيها أن منها يأتي الرجال، يكفيها أن لولا المرأة يبقاش فيه رجال، يكفيها أن السيد المسيح كرمها جدا، يكفيها أن السيد المسيح طلب من الآباء الرسل أن يذكروا ما فعلته المرأة ساكبة الطيب أينما كرزوا في العالم بالإنجيل، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه المرأة تذكارا لها. عايز أفكر حضرتك والمشاهدين أن العبارة اللي بيقولها أبونا في بداية المجمع بتاع القداس، لأن يا رب هذا هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك معا في تذكار قدسيك، ده خاص بالمرأة. يعني المرأة كل يوم في القداس بنفتكر أنها عملت عمل عظيم، وأن السيد المسيح طلب أن يذكر هذا أينما كرز بالإنجيل، ونظر إلى الطيب اللي سكبته المرأة الخطاء باعتباره
ما نقدمه ربنا من أعمال ومن جهادات ومن خدمات ومن عطايا. طيب على فكرة سيدنا، من وجهة نظر نيافتك، إيه خطورة إن أنا ما بقاش عارفة قيمتي في ربنا؟ يعني لو أنا كسيدة أو كبنت، أنا مش I don't care خالص إن أنا بنت مين، أو أنا الشكل اللي يعني إحنا بنتكلم برضو يا سيدنا على طبقة معينة من السيدات اللي هم خادمات واللي هم جوه الكنيسة واللي هم فعلا عارفين ربنا ويمكن عندهم النضوج الكافي. لكن لو أنا بقى واحدة ما عنديش دراية أو مش متربية ومش متغذية قوي على فكرة إن أنا بنت ربنا، فليا مواصفات معينة، ليا مواصفات معينة إن أنا مش شبه العالم، أنا ليا بنت ربنا، بعيش في العالم بس كنور لي، مش عشان أمتزج بالضلمة. أنا بنت يعني لو أنا ما عرفتش حدودي دي يعني، شايف نيافتك خطورتها إيه؟ خطورتها انها تبتدي تهتم المرأة بالخارج، بالبعد الخارجي، بالتركيب الخارجي، بالإطار الخارجي ليها، وتمعن في ذلك كلما شعرت بصغر النفس وأنها أقل من الرجل وأنها بلا قيمة وأنها تيجي في الدرجة الثانية بعد الرجل. ده مع البعض مش مع الكل، يعني طبعا تحترم الكل من كل قلبي، لكن مع البعض ممكن الموضوع ده يخليها تهتم بمظهرها بزيادة، صح، تحاول تلفت النظر بزيادة بشكل أو بآخر، وده يهينها ويقلل من قيمتها. كل ما الواحد كان شبعان من جوه ومليان من جوه ما يهتمش بالتركيب الخارجي، وكل ما شعر بصغر النفس أو إنه مش مهم عاوز يلفت النظر، وده بيرخص الست شوية. وأنا أسف، أيوة سيد، ما ده اللي أنا عايز أوصل له، ما هو دي النقطة المهمة جدا. أنا لو مش شبعانة من جوه من ربنا، وإن أنا عارفة أنا مين، دي مش معناها ان أنا عايزة ليا مكانة، أو اللي أنا بقول لأ أنا مفروض كذا، لأ. إحنا يا سيدنا بنحسد الستات اللي نيافتك يعني بتاخد بركتهم من أو بياخدوا بركة نيافتك في المنيا، لأن ناس بسيطة، إحنا مش بنحسدهم عشان هم حاسين بربنا قوي، حاسين بقيمتهم. على فكرة هم مش لابسين أحسن لبس، ومش معاهم أحسن أكتر فلوس ولا أي حاجة، بس هم لا أبدا حاسين بربنا، حاسين إن هم فعلا يعني هم شبعانين قوي. هي شبعانة من جوه، فمش محتاجة إنها تلفت النظر وانها تستأثر الرجل وانها تقول انها مهمة وانها مش قليلة، لا، هي شبعانة من جوه ومتوازنة ومفرحة. انا اقول لحضرتك على موقفين ثلاثة في 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 في, في ثواني. في واحدة ترملت عندنا وهي في العشرينات، بيضغطوا عليها عشان تتجوز، فرفضت واصرت على الرفض. تعرفي ليه؟ قالت ما انا يوم من الايام هقابله في السماء، اودي وشي منه فين، انا امينه ليه. ده موقف، شوف الشبع اللي عندها جوه، القناعه اللي جواه، البعد الاسخاتولوجي اللي عندها، انها يوما ما هتبقى في السماء وهتقابل جوزها فهي امينه ليه. وست بسيطه على فكره. أيوه. حضرتك ذكرت ما ده جمالها يعني. الحاجه الثانيه، واحده اتنين عايشين مع بعض في بيت من ستات، واحدة قتلت ابن التانية، اهو اللي حصل. مين بيربي الطفل بتاع الام القاتلة؟ ام الطفل القتيل. فبيسألوها ازاي تربي ابن الست اللي قتلت طفلك وحرقت قلبك عليه؟ قالت هو ذنبه ايه؟ قالوا لها طب مش كل ما بتشوفيه تتحرك جواك مشاعر غضب ومشاعر سلبية ان امه قتلت ابنك؟ قالت لا، ده انا كل ما بفتكر بعمل معاه كل اللي عاوز اعمله كنت مع ابني. ادي واحدة تانية، ودول ستات بسيطات، هي شبعانة من جوه وعارفة قيمتها كويس قوي، وعارفة انها مش قليلة، وانها قدام ربنا واحد. على فكرة سيدنا، نقطة مهمة قوي، ان احنا لما بنعرف قيمتنا مش معناها ان احنا بنتعالى او كده، بالعكس احنا بيزيد خضوعنا،
بيزيد اتضاعنا، بيزيد ان هي فعلا روح ربنا فعلا بتعمل فينا زي ما نيافتك بتقول كده عن الستات الجميله دي اللي هي يعني هي بتتعامل يعني هي مش احسن، مش واخده ماجستير في اللاهوت، بس عارفه يعني ايه ان هي هتشوفه في السماء وان هي بتفكر برؤيه لاهوتيه. اه طبعا، كمان هي احد اسباب تميزها انها مطلعه. يعني احد الاسباب اللي مخليها متميزه وانسانه غنيه من جواها وشبعانه من جواها وسريه انها مطلعه. الطباع ده غالي جدا، والنعم تنسكت من السماء من اعلى الى اسفل على المتضعين. فالست غاليه وربنا كرمها، عهد الجديد كرمها. في تاريخ الكنيسه كمان عايز اقول لحضرتك والمشاهدين، التاريخ الكنسي بعد العصر الرسولي في التاريخ بقى خلال القرون دي ظهر كثير من السيدات المؤثرات في الكنيسة وفي المجتمع، مش بس في العهد القديم، في نبيات وملكات وقائدات وشخصيات محورية، وبرضو في عصر الرسل. لا ده في التاريخ الكنسي، الملكة هيلانة، شوف ايه اللي عملته الملكة هيلانة، ما كانتش خادمة على فكرة ولا ليها في اللاهوت العقيده. شوف اللي عملته الملكه هيلانا في كل العالم، القديسه ميلانيه، القديسه باولا، الشهيده كاترين، الام سارج، ام سيودوره، الاريه بنت الملك، الملكه انيس، انا سيمون، وكل دول على فكره ما اقدرش اقول انهم كانوا علماء او لاهوتيين او بيدرسوا اللاهوت، لا، لكن فيهم سمات المسيح، يعني يقتنوا في انفسهم وفي ذواتهم وفي حياتهم صفات المسيح او سمات المسيح، وده اغلى حاجه. اكيد. وعندنا كمان كان في حضرتك عارفه ان في اراخنه اللي هم بيبقوا زي لجان كنايس او اراخنه بشكل عام يعني. تمام. فكان في مع الاراخنه ارخنات، يعني في ارخن وارخنه، واسف التعبير، اسف يعني، يعني كان اسمها زمان كان اسمها أرشانة اللي هي مؤنث أرشي، طبعا ما تدول الكلمة بقاش لطيف دلوقتي، لكن زمان كان كده. ففي أراخنة وأرشانات زمان، لو طبعا للأسف بيعتبروا أرشانة يعني ست صعبة، لا 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 لا، ست قائدة ومتميزة ومتكلمة، معلومة جميلة سيدنا دي، ومؤثرة. وقدست بابا، احنا هنفتخر بعد كده، هنقول احنا رشانات يعني، مش هنتضايق بعد كده. يا ريت نبقى رشانات. مدلول الكلمة ما بقاش لطيف، لكن هو اساسا يعني ست قوية ومؤثرة، والتاريخ مليان على فكرة شخصيات من النوع ده، ولم يكن لاهوتيات ولا مدرسات في المعاهد اللاهوتية ولا كاهنات. يعني طبعا برضو البعض بيطالب بكهنوت المرأة، واحنا بنقول ان ربنا نفسه لما اختار هارون وبنيه، مش هارون وبنيه وبنات، تلاميذ المسيح كانوا تلاميذ مش تلاميذ وتلميذات، والرسل وهكذا. لكن المرأة لها خدمات لا ينجح فيها الرجل زيها، أكيد. لا يبدع فيها زيها. أكيد يا سيد. سيدنا أنا بشكر نيافتك شكرا جزيلا، أنت يعني نيافتك شرفتني جدا ونورتني، ودايما تكون ضيف معانا يا سيدنا في برنامج بنت الأصول. أنا مش عايزة أخد وقت نيافتك، لأن عارفة أن نيافتك عندك حاجات مهمة جدا. بشكرك جدا يا سيدنا، وأتمنى أن نيافتك تكون معانا على طول. أنا بشكر حضرتك وبشكر كل المشاهدين أنك سمحتوا لي أشارك معاكم. أخذنا بركة يا سيدنا، صدقني. ربنا معاكم، ألف سلامة. تعيش يا سيدنا، ربنا يخليك. خلصت مكالمة سيدنا وتعليق سيدنا عن المرأة ورؤية الكنيسة ليها أو المرأة في المسيحية عموما. ليه تعليق بس عن إحنا لازم نحط في نفسنا إن إحنا بنات ربنا. على فكرة برنامجنا بنت الأصول هو بنت ربنا. بنت ربنا دي معناها كبير قوي، معناها يعني مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية تخلينا مش شبه الناس العادية. مش بقول نتكبر خالص، احنا ممكن نبقى
زي ما ذكرنا مع سيدنا وزي ما سيدنا اتكلم، ممكن نبقى ناس بسيطة جدا جدا في كل حاجة، في شكل ولبس وتعليم وكل حاجة، بس احنا عارفين قيمتنا، عارفين قيمتنا اللي احنا مش شبه اي حد، احنا من جوانا روح ربنا، الروح الساكن فينا، الروح القدس اللي احنا خدناه في المعمودية اللي اعطانا قيمة كبيرة. مهم قوي ان كل بنت تقعد او كل ام تقعد مع بنتها، او انت كأم او كزوجة، او لان احنا طول عمرنا بنتعلم، يعني اللي احنا ما تعلمناهوش واحنا صغيرين في فترة المراهقة احنا بنحاول دلوقتي، وده هنتكلم فيه لاحقا في الجانب النفسي، احنا هنحاول نصلحه، يعني اللي انت ما لحقتوش تصلحيه او اللي باظ معانا في فترة المراهقة او لما كبرنا شوية، كل ما بتكبري لسه قدامك الفرصة ان انت تصلحي من نفسك. وعلى فكرة أهم جانب ممكن يخليكي تعيشي صح، تقدري تواجهي صعوبات الحياة، تقدري تتحملي المسؤوليات، تقدري تعيشي في سلام، لأن السلام دوت هو في رضا وسلام وراحة، هو أن أنت فعلا تشعري أن أنت بنت ربنا. على فكرة That's it. يعني ده يكفي كل حاجة، يعني ده ممكن نقول دي، يعني نقول الكلمة دي وما نتكلمش تاني خالص، ومش كلام وعظ، صدقوني ما كلام وعظ، هو دي الحقيقة، يعني دي الحقيقة العملية، مش كلام عادي. انت بمجرد ما تبقي عارفة ان انا بنت ربنا، وتحطي في قلبك ان انا بنت ربنا، هتلاقي المشاكل الكتير كتير كتير اللي بتتعرض ليها البنت، او احساسها ان هي في حاجة شديدة، اللي يكون معاها حد او حد يقول لها كلمة حلوة او حد، احنا ما بنقولش اللي احنا مش هنبقى محتاجين، في عندنا غرائز طبيعية ربنا خلقها فينا، بس هيبقى في حاجة الروح القدس اللي جوانا او عمل ربنا فينا او احنا كبنات ربنا، هيخلينا دايما نقنن كل حاجة، هيخلينا دايما عارفين نوجه كل المشاعر، يعني عارفين نفلتر، مش الموضوع كده ماشي زي اي حد، لا احنا لا، يعني اللي بالنسبه لاي حد سهل وعادي احنا بالنسبه لنا مش سهل وعادي، لان مش ده اللي هيديني قيمتي، او لان انا عارفه قيمتي، انا عارفه قيمتي، انا عارفه ذاتي، انا عارفه ان انا مين. ودي يا جماعه لكل ام، يعني بليز ازرعي ده في بنتك، وفاهميها دايما ان هي مش بتعلمها ومش بجمالها ولا باي حاجه، غير ان هي تحس ان هي بنت ربنا، بنت ربنا، بنت ربنا وبس. يعني هنتكلم تاني في ازاي اكتر احس بالشعور دوت، وازاي ابقى عارفه نفسي اكتر، لان هنجمعها في الاخر ما بين الجانب الروحي والنفسي والاجتماعي، بس هنطلع فاصل ونرجع معاكم تاني. بحاول ابدا يومي على امل يبقى يوم جديد ما فيهوش اسئله، ما فيهوش عقل شغال ما بيقفش. انا مين؟ السؤال دايما بيطاردني، انا مين وبعمل ايه هنا وعايشة ليه؟ طب اعرف ازاي اعمل زيهم؟ اجيب مجموع كبير واهتم بمظهري، احط ميك اب والبس براندز؟ لا اكيد مش ده اللي هيعرفني، اكيد انا مش حاجه واحده، بس اكيد انا موجوده الهدف. حاسه ان قلبي وجعني قوي، مش قادره اتنفس، مش قادره احلم، مش قادره اشوف بكره، توها كملة تخلص، فقدان الثقة في نفسي وفي الدنيا. تعبت قوي يا رب، يا ترى انت شايفني ازاي يا رب؟ شايفني وحشة صح؟ مستهترة تافهة؟
انا عارفة انك بتحبني، بس حتى انت انا تايهة عنك، مش قادرة اعرف انت مين، مش قادرة اشوفك بصورتك الكاملة زي ما انا مش قادرة اشوف نفسي. انا مش عارفة انا مين، انا الطيبة ولا الشريرة، العاقلة ولا المجنونة، الحزينة ولا السعيدة. اتخنقت جدا، تعبت، مش لاقي طريق، اروح فين، اسأل مين، عارف ازاي، عمال اكبر والسنين تعدي وانا محلك سر، لسه مش عارفة انا مين، لسه مش عارفة اروح فين واعمل ايه. ساعدني. وبعد مكالمتنا مع سيدنا نيافة الحبر الجليل الأنبا ماكاريوس، هندخل على جزء مهم جدا جدا، كتير قوي بنغفله، يعني كتير قوي بنهتم بجوانب في حياتنا، والجانب دوت يعني مهم قوي قوي. مش هنقوله بشكل ايه اللي هو زي معمول في الكتب، التأثير الثقافي والمجتمعي لا، احنا هنقول ببساطة، احنا عايزين نتعامل ببساطة شديدة جدا، علشان احنا حابين قوي ان الناس تبقى متفاعلة معانا وتبقى موجودة معانا. انتي او انا مين اجتماعيا؟ انا مين؟ الجانب الاجتماعي ده يعني تقريبا بيشكل شخصيتك بشكل قوي جدا، يعني ما هما التلاتة مع بعض. يعني هو كمان على فكرة الجانب الاجتماعي بيأثر كمان، يعني او هو الجانب النفسي، يعني هو جزء من الجانب النفسي، او هما الاتنين يعتبروا حاجة يعني ماشيين متوازيا كده مع بعض. انا مين؟ انا لازم اقعد اجيب ورقة وقلم واعرف نفسي انا مين. ما هو انت برضو مش حد مثلا، ايه، انت طالعه كده ليكي في ظروف كتيره قوي حواليك، انت ليكي اب وليكي ام وليكي اخوات وليكي مجتمع انت عايشه فيه صغير اسمها اسره، الاسره دي في اسره اكبر اللي هي العائله اللي هي العمات والخالات، كل دول ناس عندها شخصيات، كل دي ناس اثرت فيكي. يعني انا عايزه اقول ان 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 ممكن انت كبنت او كست يكون اثر فيكي جدا جدك، يعني او التيتا تكون اثرت في شخصيتك، وده نقطه مهمه جدا. اوقات كتير في مثل بيقول العرق يمد لسابع جد، يعني في اوقات ان انت يعني قرايبك دول بتبقي في صفات اجتماعيه مرتبطه جدا جدا بيهم، او انت شبههم جدا، حتى لو انت مش شايفه ده، انت لما بتكبري شويه او بتنضقي بيبقى في نضج اكبر بتعرفي ده. انت كانسانه كبنت، انت كتربيه مع بنات بتبقي مختلفه خالص شخصيتك عن تربيه مع اولاد، بتبقى مختلفه خالص عن وجود الاب او ان هو يكون سافر السما بدري او الام، ان انت تبقي الاكبر غير ان انت تبقي الاصغر. الحاجات دي كلها على فكره لما بتقعدي تتكلمي فيها مع نفسك بتعرفي شخصيتك اكتر، يعني بتعرفي انت ازاي. انا كده علشان انا اخواتي البنات كده، لا دي شخصيتها مختلفه لان هي تربيه مع اولاد اكتر. فده اللي بيخليك كمان تعرفي لما بتيجي تتعاملي مع حد، يعني تبقي حاطه في ذهنك ان خلي بالك هو بيئته الاجتماعيه غير بيئتك انت الاجتماعيه. فدي النقطة دي مهمة جدا جدا كمان لما ندخل في مرحلة الزواج ونبقى في دمج بين أسرتين، وده بيبقى بيعمل مشاكل رهيبة. فأنت لو مش عارفة، لو ما قعدتيش كده مع نفسك تعرفي إن دوت عندهم حياتهم الاجتماعية بشكل، هم بياكلوا بشكل معين وأصوات بشكل معين، لا وهم دول بيحبوا الهدوء وده، فلازم تبقي عارفة ده كويس قوي قوي. هو دوت بيجي على فكرة بالوقت كمان، بس ده مهم جدا لما لو احنا بقى هنجيب ورقه وقلم كده ونقعد مع نفسنا، علشان احنا ايه، خلاص احنا مش عايزين او هنحاول على قد ما نقدر نواجه المشاكل المحيطه بينا. عندنا مشاكل، سواء اللي بتعاني مع مشاكل مع حماتها، مع عمات ولادها، مع اي حد من الاقارب، يعني
فلازم مهم قوي تبقي حاطه انت شبه مين كمان في عيلتك، وعلى اساسه كمان بتتعاملي مع مين. في كمان نقطه مهمه قوي في الجانب الاجتماعي او الجانب اللي انت محتاجه تقعدي فيه مع نفسك وتتكلمي الصوره عن نفسك، اللي انت دايما تقولي لا انا ما بحبش مثلا الاجتماعات الكتير، انا ما بحبش الدوشه، انا ما بحبش كذا، انا ما بحبش كذا. الامور دي على فكره مهمه قوي اللي انت تعرفيها عن نفسك. محتاجه كمان اقول لك على حاجه مهمه قوي، انت عشان تعرفي نفسك اكتر مش شرط ان انت تقعدي مع نفسك انت بس، محتاجه قوي حد قريب منك، لان هو اللي بيبقى كمان رسم ليكي صوره اقرب الى الحقيقه. يعني مثلا انا كأم انا ممكن ابقى عارفه الصفات الكويسه في ابني والصفات السيئه هو نفسه ما يبقاش عارفها. ففي الامه يعني طبعا لازم تبقي قاعده مع حد موثوق فيه. اوقات كتير قوي بعد سنين طويله بنرفع سماعه التليفونات نكلم اصحابنا نقول لهم هو انا فاكراني كنت صفاتي عامله ازاي، هو انا كنت اتميز بايه وانا صغيره. واوقات كتير قوي بنبقى بنشوف في اصحابنا اللي احنا بنحبهم صفات حلوه جدا، ودايما بنحاول نقول لهم انتوا خلي بالكم انت مميزه جدا في النقطه دي، انت يعني خلي بالك من ده. اوقات كتير اصحاب لينا ما بيبقوش واخدين بالهم ان هم عندهم ميزه، بس احنا بمحبه وعشان احنا قريبين منهم احنا شايفينها. فلازم المحيط بتاعك كمان تساليه وتقعدي معاه وتفهمي ده. وهندخل على الجانب النفسي واللي هو هيبقى يعني هنمشي معاه برضو مع الجانب الاجتماعي مع بعض، ان هم ما ينفعش نفصلهم عن بعض خالص. هيكون معانا استاذه نيفين فتحي عبد الملاك، معالجه نفسيه بقسم ابحاث علم النفس بجامعه برلين، واستشاري تدريب واعداد مناهج بمجال التنميه البشريه، وعضو للجنه الفنيه لخدمه المراه بالمجمع المقدس. اهلا بيكي معانا يا نيفين. الو اهلا بيكي معانا استاذه نيفين. اهلا بيكي فله. اهلا بيكي. طبعا من خلال عملك وخبرتك والمشاكل الكتير اللي بتشوفيها، محتاجة أعرف منك. إحنا النهاردة في برنامجنا أنا عطاك أكيد فكرة إحنا بنتكلم عن أنا مين، ويمكن لو اتكلمنا بشكل نفسي يعني أنا مين، الصورة الذاتية عن نفسنا قد إيه مهم إن أنا أبقى عارفة أنا مين نفسيا، أو أنا شخصيتي إيه، أو صورتي عن نفسي إيه. شايفة قد إيه مهم ده، وقد إيه كمان خطورة إن أنا ما بقاش عارفة ده. تمام. هو طبعا يعني موضوع الصوره الذاتيه او موضوع فهمي لنفسي او فهمي لشخصيتي ده موضوع اساسي ومهم جدا علشان الانسان يقدر يمارس يعني حياته وعلاقاته بشكل سوي. لما اكون عارف انا مين بعرف احط اهداف لحياتي، بيكون في معنى لحياتي، بيكون في قيمه. لما بكون فاهم نفسي كويس بقدر اكون ناجح في علاقاتي مع الاخرين، لان طبعا ده بينعكس عليها بشكل مباشر. لما اكون عارف انا مين كويس وفاهم نفسي وشخصيتي ومكون صوره ذاتيه سليمه وسويه عن نفسي ومتوازنه، ده بيخليني عندي قدره على الانجاز في الحياه، لانه بيبقى عندي قدر من الثقه المعقول. غياب بقى الفهم النفسي وغياب الصوره الذاتيه السليمه يعني تاثيرها بقى شديد على شخصيه الانسان وحياته، لانه بيخليه دايما ما عندوش ثقه في نفسه. عنده مشاكل في علاقات مع الاخرين، ما بيعرفش يحب ويتحب، دايما انه يشعر بالذنب او يلوم نفسه او ما يقبلش نفسه او يقارن نفسه بالاخرين اللي حواليه. بيبقى عنده حساسيه مفرطه يعني لاي نقد او لاي ملاحظه. وحاجات ثانيه كتير. فمهم جدا ان انا اعرف نفسي انا مين، ايه صورتي عن نفسي تكون ايجابيه وسليمه ومتوازنه، علشان اقدر اكون يعني شخص بيتعامل بشكل سوي في حياته، بيستمتع بعلاقات سويه مع الاخرين، فاهم نفسه، عنده اهداف في الحياه. تمام. طب انا في يعني انا عايزه انصح برضو معاكي البنات او السيدات ان هم يحاولوا يعني يقووا نفسهم كتير، يقروا في علم النفس وكتير يتابعوا الدراسات الاخيره في علم النفس. علم النفس ده حاجه مهمه جدا 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 جدا، علشان لو انت حابه تغيري من حياتك وحابه ان انت تواجهي المشاكل او تعيشي باقل ما يمكن من ضغط،
انا في حاجات كتير قوي ينفين بتخلينا مثلا يقول لك ايه حلل شخصيتك بالطريقه الفلانيه، اقعد اعمل جدول، وفي اسئله كتير قوي عشان تعرفني انا مين وشخصيتي ايه والشخصيه اللي هي الصوره الذاتيه، يعني في انواع كتير من انا ارسم نفسي بيها وطرق كتير. بس انا عايزه اقول لك، عايزاكي تقولي لي بطريقه كده بسيطه، انا لما بتنصحي حد ازاي تقولي له او ازاي بتفصصيه كده، او لو انت ما عدتيش معاه، او هو انت بتقولي للناس اللي موجودين في البيت ازاي يقعدوا مع نفسهم ويحللوا نفسهم نفسيا، يعني ازاي انا فعلا اقعد كده مع نفسي. هو اكيد طبعا لا غنى عنكم يعني، بس انا عايزه اعمل ده مثلا مع نفسي دلوقتي، عايزه اعرف احلل نفسي، اعرف مشاكلي، هل انا اقدر اعمل دوت ولا انا لازم ابقى لاجئ لحد؟ تمام. هو كلامك فيه كذا نقطه مهمه يا فلة. اولا بالنسبه للبنات والسيدات، هم يعني بنسبه كبيره يعني وغالبيه كبيره بيبقوا مظلومين عن الصوره الذاتيه اللي بيشوفوها عن نفسهم وهم صغيرين. تمام. لاني انا احب يعني اوضح لكل المشاهدين البرنامج اللي هم متابعينا انه احنا بنكون صورتنا الذاتيه دي من الطفوله، مراهقه، الطبعات الاولى، من الطفوله والمراهقه كمان بتاثر بشكل كبير. تمام. طبعا. تمام. ومن طفولتي انا نشات في بيت كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي انت غالي، انت محبوب، انت مهم. ولا انا نشات في بيت كان دايما بيوصل لي رساله انت مالكش قيمه، انت مش مهم، انت مش محبوب. تمام. فممكن جمله واحده او مواقف كان فيها اساءه او كان فيها اذى ممكن في الطفوله ممكن تخليني اكون صوره سلبيه عن نفسي تكبر معايا. تمام. وبالتالي افشل ان انا اكون هويه عن نفسي. تمام. ويبقى عندي طول الوقت قيم ومعتقدات مشوهه عن نفسي وعن اهميتي وعن قيمتي في الحياه، واكبر بنفس الطريقه كده. تمام. وده هو بالذات العامل، يعني العامل الاساسي هو اللي بيشكل تصوراتنا عن نفسنا، هو تنشئتنا. وبالذات بقى طبعا عليها شويه بقى يعني تجارب سلبيه في المدرسه او تعرض للتنمر مثلا في المدرسه وهكذا فتكمل الامر. فالبنات او يعني والسيدات وهم صغيرين والبنات هم صغيرين غالبا بيكونوا عرضه للقسوه في البيت او للاهمال احيانا او الشعور ان هم اقل قيمه من الاخ الولد، فبتطلع احيانا الصوره النفسيه مشوهه. عشان كده دايما يعني انا لما يعني فبالي. عمليا يا نفين انا اقعد مع نفسي كده او اي حد بيسمعنا لازم يقعد مع نفسه ويراجع الشريط دوت، ده مهم ان هو يعمله، ولا هل في تدريبات معينه نعملها او احنا نعمل ده ازاي؟ يعني انا تمام. اوقات انت لما اتكلم معاكي مثلا بتحطي ايدك على نقط، بس انت عشان خبيره طبعا بده، بس اوقات بتحطي ايدك على نقط كده خلي بالك المشكله مش فيكي انت، المشكله في فلان او في فلانه، فهماني؟ تمام. هو انا عارفه ان انا قلت لك مهم ان احنا نبقى بنتعامل مع ناس، ولازم المجتمع يتغير، ان احنا محتاجين لدكاتره نفسيين واستشاريين، لازم محتاجينهم. بس انا لو انا حد دلوقتي يعني محتاج يعمل ده مع نفسه، يعني محتاج يفهم ده مع نفسه، يبتدي يراجع نفسه، هل في طرق، هل في خطوات معينه اللي انا اقعد احلل بيها شخصيتي نفسيا واعرف فعلا ان انا لا المشكله دي ما كانتش عندي انا، ده بسبب ان انا حد زعق لي وانا صغيره، او بسبب ان حد اتعامل معايا خضني، او الحاجات دي، يعني في طريقه معينه؟ طبعا في مراحل من المساعده انا ممكن اساعد نفسي بيها. من اول يعني هقولها لك بالتفصيل، بس خليني اقولها لك كده في المجمل الاول، انه من اول قراءات ازود وعي بيها ناحيه نفسي لحد مساعده متخصصه، ان انا اقعد مع حد متخصص في المشوره او جلسات علاج نفسي او جلسات ارشاد نفسي تساعدني بشكل اوسع. تمام. بس طبعا في خطوات كثيره انا اقدر اعملها مع نفسي. اول رساله بوجهها لكل بنت او سيده عانت من مشاكل في الصوره الذاتيه الصغيره، عانت من اساءات في الطفوله، او يعني او نفقت في بيئه كانت صعبه شويه، احنا كل ما بنكبر بندرك ان احنا كنا نستحق حاجات افضل مثلا او معامله افضل. فبنمشي بمبدا اسمه هنا والان. تمام. هنا والان. النهارده بالظبط، النهارده انا مسؤوله عن نفسي، مسؤوله عن تصوير نفسي. تمام. اللي حصل حصل وارتبط بمكانه وزمانه،
ومش مهم كل اللي بيعتقد الناس عندي باهميه انا هشوف نفسي ازاي، لان انا بكون الصوره اللي انا بشوفها عن نفسي. لو انا هقرر اشوف نفسي انسانه ناجحه وعندها طموح وبتحاول وبتعافر مع الحياه، هلاقي نفسي على ارض الواقع انسانه بتعافر مع الحياه وبتنجح وعندها طموحات وعندها سكه هي ماشيه فيها. لو انا هشوف نفسي مكسوره وضعيفه ومليش قيمه ومرفوضه، هتعامل مع الحياه بنفس الطريقه فهبقى كده. تمام. فمن يعني اول حاجه بقولها لكل بنت وسيده، انت النهارده هنا والان، اللي حصل حصل السبب بزمانه ومكانه بالظبط كده، وانت اللي بتعتقديه وبتشوفيه عن نفسك. طبعا في بعض الاحيان بنحتاج مساعده متخصصه، لان ممكن تكون ازمه الماضي دي تقيله، يعني يعني فيها اساءات جنسيه او اساءات جسديه عنيفه، فهنا بنحتاج مساعده متخصصه. لان لما بنتعرض للاساءات دي بدري بتشوه صورتنا عن نفسنا وعن العالم وعن الحياه وعن كل شيء وعن العلاقات وعن كل شيء. ففي الحالات دي بنحتاج نثق في حد، نفتح قلبنا، نعيد تكوين، يساعدنا في تكوين صوره ذاتيه سليمه عن نفسنا مره ثانيه. لو حاجات اقل من كده، ممكن انا اشتغل على نفسي ان انا اقرا. انت قلتي حاجه لطيفه قوي، الاختبارات المنتشره في كل مكان على الانترنت عن الشخصيه فيها حاجات لطيفه وحقيقيه وفيها حاجات جاست فاني كده، يعني ما بنقدرش ان احنا يعني نعتمد عليها قوي، لكن في حاجات ممكن اساعد نفسي بيها. اقرا عن انواع الشخصيات، اعمل تحليل الشخصيه اللي هو يعني المنتشر اللي هو البيسك ده، سهل جدا وموجود على الانترنت. اعرف عن نفسي اكتر، اقرا، اعرف ميولي، اعرف مواهبي، افتح سكك جديده في حياتي. كل ده يساعدني انه اخطي موضوع الصوره الذاتيه المتوهه اللي اتكونت زمان. تمام. طيب انا محتاجه منك اعرف قد ايه مهم يعني لو ربطنا الجانب الروحي يعني كمان مع الجانب النفسي، لو قد ايه مهم اللي انا بعرفة امتي، لان احنا النهاردة بنتكلم عن انا مين، عارفة امتي عند ربنا او انا مين عند ربنا، قد ايه مهم دوت وعلاقته بالحالة النفسية، ان انا ابقى احسن نفسيا او اقدر اقاوم اللي بيحصل او الانطباعات اللي انا واخداها من الطفوله او وات ايفر اللي حصل لي قبل كده. تمام. اشكرك جدا يا فل على النقطه دي، لانها نقطه يعني اساسيه ومهمه جدا، لانه احنا عندنا كنز حقيقي لو قدرنا نكتشفه وقدرنا يعني نستفيد بيه ونعيشه بيبقى فارق جدا في حياتنا. ان احنا نشوف نفسنا زي ما الله شايفنا. يعني كان في كتاب جميل جدا جدا يعني أيوة. يعني كتاب ايه بقى؟ دعني ارى نفسي كما يراني الله. دعني ارى نفسي، ارى نفسي كما يراني الله، او كما يراني يعني الله. او كان له زي يعني ترجمه اخرى، يعني ان هو كتاب يعني مترجم، اللي هو يعني ما معناه باللغه الدارجه شوف نفسك بعيون ربنا، يعني شوف ربنا شايفك ازاي، هتتفاجئ ان انت غالي جدا ومحبوب جدا وقيم جدا. فمهما كانت الظروف يعني شويت حياتي احيانا او تعرضت فيها للاذى احيانا، لكن انا ما زلت عيون الله بنفس القيمه وبنفس الغلاوه وبنفس المكان وبنفس الحب. وده بيساعد على الشفاء، يعني ده من اهم العلاجات، يعني بجانب على فكره يعني اوقات بنبقى محتاجين علاجات فعلا دوائيه، بس من اهم العلاجات اللي بنبقى محتاجينها في الحالات الحرجه او اللي انت بتحتاجوها كدكاتره في الحالات الحرجه، مثلا زي الدبريست، زي الاكتئاب مثلا، هو ان احنا نرجع تاني او انت كاستشاريه ترجعي تاني المريض او اللي جاي لك بشكوى ده لربنا، يعني تفهمين ان انت في ايمان وفي حاجه اسمها ربنا، او قد ايه مهم قوي ان انت تبقى عارف قيمتك في ربنا، ان ده اعتقد ينفين ان ده جزء كبير من العلاج كمان. طبعا فل، وده جزء كبير من اللي قائم عليه المشوره المسيحيه. المشوره المسيحيه غير المشوره العلمانيه اللي بتتقدم في العالم، لانه احيانا المشوره العلمانيه يعني بتسحب الانسان ناحيه الانانيه وتسديد الاحتياجات باي طريقه، انما المشوره المسيحيه بتخلي الانسان يعني بتاخد بايده كده وتخليه يدرك اكتشاف نفسه في رؤيه جديده من خلال علاقته بالله. فانا لما ادرك قيمتي في عيون الله وادرك يعني قد ايه انا محبوب،
واصلح الصور المشوهه عن الله في حياتي اللي انا برضو بكتسبها من وانا صغير. فساعات نمسك الاطفال نخوفهم بربنا، بابا يسوع هيوديك النار، بابا يسوع هيشتري ويحط فيك، تمام؟ فالاطفال تطلع شايفه ربنا ده يعني الكائن المرعب اللي قاعد فوق ومستني يعاقبني، تمام؟ ف يعني هشوفه ازاي؟ يعني يعني ايه علاقتي هتكون بيه؟ هرضيه بشويه طقوس بقى وطقوس وحاجات اعملها عشان ارضيه ويرضى عليا ويبقى ساكت، حاجه طبعا يعني. فاحنا بنحتاج في المشروع المسيحيه ان احنا نساعد الناس ان هم يكتشفوا نفسهم من جديد خلال علاقتهم الله، يصلحوا الصوره المشوهه عن الله، فهم يخفوا كمان من كل الجروح اللي جواهم ومن كل الاذى اللي جواهم، تمام؟ ويبتدوا يخلقوا معنى وهدف وقيمه جديد للحياه بان انا انسان مسيحي موجود في العالم، مرفوض احيانا بس موجود ليا رساله. تمام. فكل ده هيخليني اشوف نفسي بالقيمه الحقيقيه اللي انا استحق اشوف نفسي بيها، مش بالقيمه بقى اللي اتشوهت نتيجه والدين كانوا بيتعاملوا بعنف، او نتيجه تعرضي لاي نوع من الاساءات او الاعتداءات، او نتيجه تعرضي للتنمر. لا، ده انا علاقتي بالله وبشكل حقيقي وحي واكتشاف قيمتي في عيونه يخفف جروحي دي كلها، واتعامل من خلال القيمه ان انا ابن الله. هي دي القيمه الحقيقيه اللي انا اشوف نفسي بيها. نيفين، جزء كبير من الشفاء النفسي او ان انا ابتدي اتعافى من مشاكل نفسيه وعشان اوصل بيها ان انا ابقى عارفه انا مين بالظبط، هي ان انا اعرف ان انا عندي مشكله. هي ده جزء كبير اعتقد من الشفاء، ان انا احط افكر، وده مهم جدا. عشان كده اللي احنا لازم نعرف نفسنا، انت لما بتعرفي نفسك وبتقعدي مع نفسك بتعرفي ان انت عندك مشكله. ما انت لو ما قعدتيش مع نفسك وحاولتي تعملي صوره ذاتيه لنفسك مش تعرفي ان انت عندك مشكله. فاعتقد ان في جزء كبير جدا من حل المشكله اللي احنا نحط ايدينا على المشكله، وعشان كده مهم ان احنا يعني سواء نقعد مع نفسنا او نحاول نقعد مع استشاري. بس عايز اقولك على حاجه مهمه قوي، اوقات كتير ناس او بنات، يعني احنا بنتكلم كده على الناس السويه برضو اللي بتتابعنا او موجوده معانا وبتحاول تغير من نفسها، بس في ناس مش شايفه ان نفسها يعني ما بتحاولش تعمل ده، بس من كتر ما هي بتبقى متعبه جدا بتتعب غيرها. شايفه لو انا مثلا كأم مثلا عندي بنتي مش قادره تعرف قيمتها، مش قادره تعرف يعني مش ما بتعملش كل اللي احنا بنطلبه ده دلوقتي، اعمل انا ايه؟ المفروض انا اعمل ايه؟ لو صاحبتي مثلا غاليه عليا جدا بس هي مش قادره تفهم برضو قيمتها ومش عارفه تفهم نفسها والكلام دوت، انا المفروض اعمل ايه؟ هل المفروض امسكها من ايديها غصب عنها اجيبها لك اقول لك لو سمحتي عالجيلي دي، ولا انت شايفه انا ممكن يبقى دوري ايه ناحيتها؟ هي ده تحدي حقيقي فعلا، يعني يا كل في الحياه وفي العلاقات مع الناس اللي بيهمونا وبنحبهم بيبقى تحدي حقيقي مع الاشخاص اللي هم مش مدركين ان هم محتاجين مساعده. او مش مدركين ان هم باذن نفسهم باذن اللي حواليهم. فانا رايي الشخصي في الجزئيه دي انه ده حسب يعني علاقتي بالشخص. فانت مثلا قلتي مثال عن بنتي او صاحبتي. لا، بنتي انا مسؤول عنها. تمام؟ فلو لقيت بنتي تايهه وبتخبط في الحته دي، لا ده انا اخدها في حضني واطمنها واقول لها هندور على مساعده مع بعض وتعالي نمشي المشوار ده مع بعض وانا جنبك وانت غاليه عندي جدا، بس في حاجات غلط بتحصل، انت غاليه جدا بس السلوك ده ما ينفعش، فتعالي اديني فرصه اساعدك، ودي بنتي في مسؤوليتي، فلازم اتصرف ولازم اكون موضع المسؤوليه ولازم يكون عندي صبر وامشي معاها المشوار واصلي لها طبعا قبل كل شيء. لكن الاصدقاء بقى او زملاء العمل، تمام، يعني هنا بقى الامر بيختلف شويه. مفيش شخص بالغ يعني كبير كده ومسؤول هنقدر ناخده من ايده نقول له يلا تعالى. حتى في علاج الادمان حاليا دلوقتي كل المدارس الحديثه في علاج الادمان بتشتغل على حاجه مهمه جدا اسمها المقابلات الدفاعيه، يعني موتيفيشنال انترفيوز، يعني ازاي انا احرك الشخص اللي قدامي اخليه هو اللي يشعر المقابلات الايه عند ازمه محتاجه علاج. المقابلات الايه؟ المقابلات الدافعيه. الدافعيه. موتيفيشنال، يعني ازاي انا بزقه ناحيه ان هو يدرك انه في خطا ما ومحتاج يتصلح. فده اللي بنقدر نعمله مع الناس اللي حوالينا، وده اللي احنا بنعمله مع كل المستشارين اللي بيطلبوا المشوره. طب انت شايف نفسك فين بعد سنتين من الوضع اللي انت فيه، او لو قررت تغير؟
طب انت قبل ما الازمه دي تحصل في حياتك كان حياتك شكلها ايه ودلوقتي شكلها ايه؟ وموضوعها كبير يعني موضوعها كبير وليها استراتيجيات وليها ادوات وليها اليات وحاجات بنستخدمها في المناقشه بحيث تدفع الناس للتفكير ان هم محتاجين يصلحوا جزء في حياتهم. لكن امسك حد كده بالغ من ايده كبير واقعده قدامي او اقعد اكسر فيه واقول له انت فاشل وانت لازم تعمل كل ده يعني هيروح على الفاضي ومش هيحقق اي حاجه. من خلال برضو يعني خبرتك وشغلك ايه اكتر الحالات الصعبة اللي بتجيلك مثلا وتحسي ان حرام هو عندهم امكانيات حلوة وعندهم طاقات حلوة بس يعني هم مش قادرين يشوفوا نفسهم؟ يعني هل في حالات فعلا كانت مميزة جات لك فعلا كنت فعلا يعني كإنسانة بقى يعني مش دكتورة بس كمان يعني حسيتي ان خسارة يعني هو لو فعلا حاسة بنفسها دي عندها مواهب حلوة قوي دي عندها صفات حلوة جدا مرت عليكي حاجات زي كده؟ اكيد طبعا وهو ده دورنا الحقيقي يعني مع الناس يعني هو دورنا الحقيقي ان احنا نخلي الناس يتعرفوا على نفسهم يفهموا شخصياتهم يعرفوا مناطق القوة اللي فيهم ومناطق الضعف اللي عايزة شغل ما هو دي شغلتنا تمام احنا يعني انا شغلتي يعني كمعالجه نفسيه او كمقدمه مشوره فشغلتي ان انا اساعد الناس انه ازود البصيره بتاعتهم فممكن يجي لي الشعور ده احيانا بس ما بغرقش فيه بقى يعني لازم تعالجي بحوله على طول يعني الشعور ده بحوله على طول لمسؤوليه في مساعده الشخص اللي قدامي ان هو يكتشف الجوانب الجميله والحلوه دي اللي هو ربما الازمات او ربما المشاكل او الضغوط او الاساءات يعني زي ما يكون عندنا كده حاجه غاليه قوي بس مترب عليها تراب تمام فهي بس عايزه تتلمع يعني بس اطمن كده من كلامك كنفين ان انا اي حاجه انا طالعه بيها من وانا صغيره من وانا في الطفوله اقدر اغيرها لو انا عرفتها يعني اي عيب في شخصيتي لو انا عرفته وحطيت ايدي عليه هينفع اغيره ولا في حاجات مستحيل تتغير؟ بصي هقول لك للامانه انا شفت ناس اطفال يعني عدوا بطفوله ومراهقه صعبه جدا وتعرضوا فيها لعنف شديد واساءات كتير وقدروا يتخطوها ويمشوا مشوار ناحيه التعافي والتوازن وان هم يكونوا شخصيات متوازنه شخصيات حقيقيه. اللي بيحصل ما يعني مش هجيب بجمه وامسحه يعني ده مش هيحصل أكيد. بس وهيفضل موجود بس هياخد حجمه الطبيعي وهيتحول الى خبره وده الهدف فعلا كل حاجه تاخد حجمها بالزبط. الطبيعي دي حاجه نقطه مهمه جدا. طيب انا حاجه اخيره محتاجاها منك نصيحه او رساله بتوجهها لكل البنات والستات اللي بتتابعنا دلوقتي بخصوص ان هم يعرفوا قيمتهم بالذات من الجانب النفسي ده يعني وطبعا اكيد احنا ربطناه خلاص بالجانب الروحي وبايماننا ان احنا لينا قيمه في عين ربنا. نصيحتك ايه ورسالتك ايه ليهم يا بين؟ يعني هقول لكل بنت وكل سيده اعرفي قيمتك جدا في عيون الله اولا مش في عيون البشر. تمام؟ واعرفي ان انت ربنا عطاكي انك تكوني سر الحياه. وما تسمحيش لحد ان هو يقلل من قيمتك وما تسمحيش لحد ان هو يشوه صورتك في نفسك وما تسمحيش لاي علاقه انها تاذيكي وانها تشوه يعني صورتك انت في نظرك وفي عيونك وبعدين تخضعك لسلسله من الاساءات او الاستغلالات ابدا لانه ربنا دعانا للحياه وللتمتع بغنى بالحياة وللسعادة وإن يكون عندنا رسالة وعطانا الحياة دي عشان نعيش ونثمر ويكون لنا رسالة على وجه الأرض تمام ونستمتع بيها في نفس الوقت ونكون كلنا مساعدين لبعض يعني على وجه هذه الأرض. رسالتي دايما لكل سيدة ولكل بنت حب نفسك اقبلي نفسك شوفي نفسك بعيون ربنا حطي قدام ربنا طموحك واشتياقك واحلامك حطيها تحت اقدام ربنا في صلاتك وفي نفس الوقت مخاوفك والمك والاساءات اللي تعرضتي لها او كل المحاولات اللي حلت الزرع جواكي عشان تحطي فيها الصوره الفاشله يتحط فيها الصوره الفاشله
تشتغلي عليها وتقبليها وعمرها ما تبقى نقطه ضعف ابدا. لو كلنا يعني حاولنا ان احنا نعمل ده وحاولنا ان احنا نشوف نفسنا بشكل صح وان احنا نكون متوازنين في علاقاتنا ويكون عندنا صوره ايجابيه عن نفسنا وبالتالي معنى وقيمه للحياه، الدنيا هتتغير. فبشكل بسيط وبعملي جدا اقبلي نفسك، حبي نفسك، شوفي نفسك زي ما ربنا شايفك، اطلبي المساعده في الحاجات اللي انت حاسه ان هي كبيره او محتاجه يعني حد متخصص اكتر ياخد بايدك فيها علشان تقدري تقبلي نفسك وتعيشي كويس. انا بشكرك جدا جدا نيفين، شرفتيني ونورتيني جدا، واتمنى تبقي معانا في حلقات قادمه لان احنا يعني محتاجين يعني ناس كده عندها خبره زيك. انا اشكرك جدا، يعني انا اللي بشكرك وبشكرك انك اعطيتني الفرصه ان انا اكون معاكم النهارده وان انا يعني اكون ضيفه كده على كل مشاهدين ومشاهدات البرنامج، وانا بتمنى لكم يعني التوفيق وحلقات ناجحه اكتر واكتر. ومشكرك لكم. شكرا. كانت معانا استاذه نيفين فتحي عبد الملاك، معالجه نفسيه بقسم ابحاث علم النفس جامعه برلين، واستشاري تدريب اعداد مناهج بمجال التنميه البشريه، وعضو باللجنه الفنيه لخدمه المراه بالمجمع المقدس. شكرا جدا 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 نيفين لوجودك معانا، واتمنى فعلا تبقى معانا في حلقات قادمه. نيفين قالت حاجه مهمه عايزه اكد عليها، في كتاب اسمه دعني ارى نفسي كما يرانا الله. اتمنى ان كل المشاهدات تحاول، انا عن نفسي انا هجيب الكتاب او هطلعه من على الانترنت وهقراه. نحاول بقى مع بعض بشكل عملي كده ناخد خطوات في حياتنا، مش بس نبقى بنتكلم بس. ما اتمناش ابدا ان البرنامج يبقى كلام بس، اتمنى فعلا يكون مؤثر وان هو فعلا اللي بتشاهدنا او بتتابعنا فعلا تاخد خطوات في ده. فدي اول حاجه ودي نقطه مهمه جدا. نقطه تانية قالتها نيفين مهمه جدا، هنا والان. مش هنقدر ننكر اللي احنا شفناه قبل كده واللي عشناه من صعوبات، وناس كتيره جدا مرت بضغوط نفسيه يعني غير عاديه، بس احنا لازم ننسى ما وراء، لازم ننسى ما وراء. هنتاثر بيه بس هنحاول نعالجه وهنحط ايدينا على اهم المشاكل فيه، بس لازم نطلع لقدام عشان نقدر نعيش لقدام. دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. اتمنى جدا كل سيده بتتابعنا تبتدي بيها وتفكر فيها. عايزه اقول على حاجه برضو مهمه جدا، ربنا عطانا في الكنيسه علم المشوره، وعطانا بركه كبيره جدا ان تقريبا اغلب كنايسنا فيها معاهد مشوره. اتمنى جدا طبعا احنا دلوقتي كله يعني ما محبوسين في البيوت، والكنايس الخدمات يعني تعتبر متوقفه، بس ممكن على الاقل تابعوا على اليوتيوب في حلقات كتيره جدا عن المشوره، في نيافه الحبره جليل الانبا يوسف، في عدد كبير جدا من الاباء بيتكلموا عن المشوره. حاولوا تطلعوا الحاجات دي وتسمعوها وتستفادوا منها، لان فعلا بشكل عملي هتغير حياتكم. احنا كل هدفنا ان احنا نغير حياتنا للافضل، ان احنا عايزين نقلل المشاكل اللي احنا فيها، عايزين نبقى فعلا في العالم ده على صورة الله ومثاله، نحاول على قد ما نقدر. احنا ما بنقولش ان احنا ملايكة ولا احنا هنبقى ملايكة، بس احنا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبقى في احسن حال، نحاول. بشكركم جدا لوجودكم معانا النهاردة، واستنونا في حلقات تانية جديدة من برنامج بنت الأصول على شاشة قناة لوكس.